السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم في هاد لا فيديو غادي نحاول نديرو التتمه ديال التمارين المتعلقه بالفقره الاولى اللي هي التتبع الزمني لتحول كيميائي كنا درنا واحد التمرين على الموصليه دابا هذا التمرين في المعايره صافي غيبقى لي تمرين اخر ديال الضغط باش تكونوا فاهمين الشيء مزيان كما قلت لكم خاصكم تخدموا في كل حاجه تخدموا فيها التمرين اما ديال اكس راه ساهل ما فيش شي حاجه دونك هنا يعني عندي التتبع ديال المعايره عطوني التفاعل عطوني منحنيات خصنا نستغلوهم هاد المنحنيات تيشبهو ديال الكهرباء كيما قلت لكم وقت ما, ما تيبان لكم شي منحنى نازل راه اش راه متفاعل شي واحد طالع راه اش راه ناتج تفاهمنا هنا سمو ليا واحد جوج ثلاثه معرفش عرفتش انا فينا هو المتفاعل فينا هو آه المتفاعل الاول والمتفاعل الثاني وفينا هو الناتج دونك هنا ندرس تطور التفاعل التام تام, تام نستر عليها بانها تام يعني في الجدول الوصفي غندير اكس ماكس تام والحاصل بين يدور البوتاسيوم هو كاي حجمه في ان تساوي 100 تركيزه سي ان ومحلول بيروكسيد ثنائي كبريتات البوتاسيوم هو هذا الحجم ديالو بحال بحال التركيز ديالو ما عرفتوش تكتب معادلة التفاعل الحاصل هي هذه الا ما عطاكمش المعادله كيعطيكم مزدوجات وانتم كديروا معادله ديال التفاعل الحاصل دونك بواسطة معايرة ثنائي اليود المتكون يعني تنعيرو هذا اللي كيتكون عندي أنايا تمكنا من رسم بيانات جانبه والتي تمثل تركيز ديال إي دو أو ديال إش إي موان ثم ديال إس دو أو كات دو بدلالة الزمن ها آه هو التركيز هنا ولكن درنا هنايا ثلاث نقيتات معرفت أنا فين هو ديال إي موان فين هو ديال إي دو إلى آخره دونك نطوي هادي هكا باش نبدو ورقه فين نجاوبو السؤال الاول انجز جدول الوصفي للتقدم ديال التقدم ديال التفاعل انا صوبته هنايا يعني غادي نشرح لكم دونك انا في الاول اكتب لكم نكتبوا هكا سي بيان هالا دونك هنايا يعني في اللحظه تي زيرو عندي سي دو, وهذا سي دو في فيدو هو هذا عنده سي دو في دو سي ان في ان 0 0 جوج دو لوسفي ضروري تعلمو ليه ما خصكم تغلطو فيه سي دو في دو ناقص إكس, ناقص اكس هنا ناقص إثنان إكس حيت المعامل كاين هنايا تنديروه هنا إكس هنا إثنان إكس ثم هنا درنا إكس ماكس علاش درنا إكس ماكس حيت قالو تفاعل كي داير تام دوكا السؤال الأول جاوبنا عليه بهاد الطريقة سهل السؤال الثاني حدد قيمة تقدم الأقصى إكس ماكس باش نقلب عليه الطريقة العادية اللي كدير شنا هي تفترضوا هذا متفاعل محيد وهذا متفاعل محيد ولكن انا ما عنديش سي في ان سي دو ها فين ليا عارفين <applause> طلبو ليا نلقا سي أون سي دو في هذي الحالة غادي نخدم آش الميبيان آش قلنا جوج هاهما متفاعلات جوج ديال النواتج ولكن حنا هذا درناش، دونك حنا اهتمينا فقط بآش دراسة تكون ديال ثنائي اليود دونك ثنائي اليود إلا شتو في الجدول شحال عندو في الأول عندو زيرو غادي كيطلع ضر القيمة هي آش اكس ماكس دونك شكون عنده زيرو هنايا ها هو اللي كيبدا من زيرو هو المنحنى رقم شحال جوج هو اللي كيبدا ليا من زيرو دونك غادي كيطلع كيطلع حتى لواحد القيمه اللي هي مستقره غنجبدوها من هنا هي خمسين ها هي عشرين ربعين خمسين ولكن دابا اش كاين بالتركيز دونك اش غادي ندير انايا من خلال الميديان رقم شحال جوج والذي يمثل التركيز ديال من ديال اي دو علاش قلنا اي دو حيت هنا درنا التتبع معايرة ديال اي دو المتكون وقلنا جوج لي نازلين واحد فيهم ديال هذا واحد ديال هذا ما عرفناش فين هو ديالهم بالضبط غنقلبو عليه من طبيعه الحال الاخر اللي طلع أوتوماتيك راه ديال من ديال اي دو دوك من خلال المنحنى من المبيان ديال اي دو زينا ان التركيز ديال اي دو النهائي اش كيساوي ليا هي هاد القيمه هي التركيز هذا حيت بالتركيز هي 50 دوك بعطيكم 50 ميلي مول هيا أيه. ميلي مول دونك في عشرة ناقص تلاتة هادشي بين نلقاوه بالمول باغ ليتر دونك شكون هو هاد التركيز اش كيساوي التركيز شنو العلاقة بين التركيز وبين اش كمية المادة التركيز ما هو الا اش الا مشيتو لجدول اللوز فيها هو هادا شحال عندو عندو اكس ماكس دونك شكون هو اكس ماكس ها هو اكس ماكس لي هي كميه الماده اش كتساوي هي التركيز في الحجم اذا حجم الحجم الكلي من طبيعة الحال دونك هذا اللي نديرو من هنا ولدينا ان اكس ماكس اش كايساوي ليا هو التركيز ديال ايدو النهائي مضروبه في في توتال ها هو من هنايا غادي نلقاو بان عندي اكس فينال اش كايساوي ليا قلنا هو اكس ماكس على في ان زائد في د من هنا غادي نقاو عددي دونك اكس ماكس ديالي ما هو الا في ان زائد في V2 كلهم مضروبين في اش في التركيز النهائي ديال اي دو, دو. شكون هي في ان شحال تساوي في ان راني فيها شحال مئة وقد قد اش قد في دو دونك هي دو نحولها لاش لتر دونك عشرة ناقص في التركيز هو هي خمسين في عشرة وس ناقص هادشي عصرة هنا هنايا مع هادية هي مشات لي مع وحدة دونك بعتيني هي هي عصرة في أصراع في, أصراع في ناقص تلاتة هي عصرة ناقص اثنان مول هذا هو اكس ماكس فهمنا دونك هنا لقيناه من الجدول يعني من المنحنى ميبيان ماشي من اش ماشي من داكشي كتعرفو نتوما كنعتبرو هذا هو المتفاعل و وهذا هو المتفاعل المحيط ندوزو سؤال رقم ثلاثة احسب كمية المادة إن واحد وإن دو الموافقة لميبيان واحد و في واحد وجوج هل الميبيان واحد و بين كمية المادة هنا عفوا تكون ثلاثة مبيان رقم ثلاثة لأن كمية المادة البدئية ديال هذا بعطينا زيرو دوك هنا ندير فيه كمية المادة إن واحد وإن ثلاثة نوم منحنى رقم

عشرين ربعين ستين تمانين تسعين ميه ميه هي ميه غادي بعشرين عشرين ربعين ستين ستين ميه 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 دونك ميه نحولها في عشرة أس ناقص في ميتان في عشرة ناقص غادي نلقاو بأن هذا التركيز ديالي أنايا كمية المادة هي 3. في عشرة اثنان مول ثم ان دو نفس العملية هي التركيز ديال اكس دو ثلاثة حنا تركيز ديال اكس ثلاثة فوا في صافي و دوك شحال ديك هي من هنا شحال هي خمسين هنا كيساوي هي خمسين 10 -3. في عشرة ناقص ثلاثة في هي دو صون عشرة ناقص في الاخر غادي نلقاو هي 10 اس ناقص 2 مول دوك حنا لقينا ان 1 ولقينا ان 3 من اجل المنحنى السؤال رقم 4 ها هو بين ان الميديان 3 يوافق المتفاعل اللي هو اس 2 اوت دوما لان كما قلت لكم عندي جوج المتفاعلات عندي هذا وعندي هذا واحد فيهم ديال هذا واحد ديال هما قال لك باين بان ثلاثه بالضبط هو ديال اس دو اوت دوما كي غادي ندير باش نلقاه دونك هنايا الحل فين كيبان ليا في المنحنى هذا المنحنى رقم ثلاثة كي داير تيبدا من هذه القيمه غادي غادي طلع اش يعني ان المنحنى هو المنحنى رقم 3 يوافق اش المتفاعل الموحد يعني عنديش جوج متفاعلات واحد, حل واحد اش حل بقى في فيه واحد مشى لاش الزيرو دونك الا كان المتفاعل الموحد خصني نلقى في الاخر ديال شحال نلقى فيه نلقى فيه زيرو فهمنا دونك انا عندي الجدول ديالها هو هذا عندي خصني نلقى في شحال نلقى فيه زيرو في الاخر نحسب كميه الماده البدائيه ديالو ونحسب اش ونشوفها مع اكس ماكس الا كانت تساوي اكس ماكس راه مزيان يعني بنلقاو زيرو الا ما كانش تساوي داك الشيء غلط دونك حنا لدينا هو لدينا ان ان 3 شحال كتساوي اللي هو ديال المنحنى 3 ها هي حسبناها لقينا فيها 10 س ناقص 2 مول وعندي اكس ماكس ها هو تا هو كيساوي شحال يلا حسبنا اكس ماكس قبيلة ها هو لقينا فيه 10 ناقص 2 تا هو 10 ناقص 2 مول دونك راه ان 3 ناقص اكس ماكس هي شحال هي صحيح راه المنحنى رقم يوافق يوافق المتفاعل هو يوا اش اس صافي يعني هذا في الاخر مشى دونك المتفاعل الكميه ناقص اكس ليا زيرو من خلال اش الجدول دي ديال الوصفي السؤال رقم خمسة ها هو قال لكم السؤال رقم خمسة احسب قيمة كل من اش سي ان و سي 2 كي نديرو سي ان و سي دو تنمشيو للجدول الوصفي نحطو آه هادشي شحال في الاخر فيه زيرو فهمنا نلقاو بان سي دو في دو ناقص اكس ماكس تيساوي شحال تيساوي زيرو من تما غادي نجبدو اش غادي نجبدو سي دو دوك غنلقاو بان سي هي اكس ماكس على فيديو. إكس قدو 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 في اكس آه ماكس شحال لقينا فيه عشرة أس ناقص و قدو في, في دو في في فيها مقسومة على مية في عشرة ناقص غادي في سي ان سي واحد مول بارليت ثم دا ثم بغيت دابا انا اش بغيت سي ان سي ان من كاين سي ان هو كاين عند اش اي دو اشنا عند اي مو اشنا كميه الماده النهائيه ديال هذا هي اللي حسبنا كميه الماده النهائيه ديالو هي هادي هادي هي كميه الماده النهائيه ديالو دونك كنقولوا بان ان فينال ديال اي مو اش بغات تساوي هذا ان فينال ديال اي مو كتساوي هي سي ان في ان ناقص 2 اكس ماكس ناقص اثنان اكس ماكس وشنا كيما هاد الماده النهائيه ديال هذا راه هي التركيز ديال ام وان النهائي فوا اش في ان زائد اش في دو انا بغيت شكون بغيت من هنايا سي ان دونك سي ان شكون هو من هنايا هادي من دوزا لديك الجهه بيعطيني هي ام فينال فوا في ان زائد في دو هو في توتال مقسومه من طريقه الحل على شحال زائد بطريقة طيب الحال اثنان اكس ماكس على على في ها عندي التركيز النهائي هو هي خمسين عشرة ناقص ثلاثة نضربها في في ان و في دو دونك هي هنايا في غادي نلقاو شحال عشرة ناقص اثنان على داك الحجم اللي عندي غادي نلقاو تقريبا هي زيرو ثلاثة مول مول لتر لان التركيز اللي بغينا نعاود لكم هذا باش تفهموا مزيان انا بغيت التركيز سي ان بغينا التركيز سي ان سي ان من كاين كاين عند ام 1 تمشي هذه القيمه النهائيه هذه هذه هي اش التركيز كميه الماده فينال ديال ام 1 شكون كميه الماده راه هي التركيز ديالو الحجم الكلي حنت داخل الخليط المحانه باش كاين كاين بالتركيز دونك التركيز النهائي هو هاد القيمة هي خمسين وهاداك الشيء درت أنا هنا هو كمية المادة هي التركيز فوا الحجم الكلي ومن هنا جبنا هادا دينا هاد الناقص هنا ولا زائد قسمنا على في أن غتلقاو زيرو فاصلة شحال فاصلة تلاتة صافي قلنا غتلقاو زيرو تلاتة مزيان دابا ندوزو لسؤال رقم ستة السؤال رقم ستة هو الفقرة اللي كنا كنهضرو عليها هي تي أن دومي بين تي ان دومي شنو التعريف ديالها قلنا عند تي ان دومي تيكون اكس ان دومي تساوي اكس ماكس على جوج هنا درنا اكس ماكس دونك بين واحد القيمه ديالها انا عندي التركيز هنا دونك حنا كنديرو التتبع ديال اش ديال اي دو المتكون في هو ديال اي دو راه هاد رقم واحد ديال اي موان هذا ديال اي موان وهذا رقم جوج هو ديال اش ديال اي دو وهذا رقم ثلاثة قلنا هي ديال اس دو او ويت دو موان دونك من خلال الجدول الوصفي ها هو عندي اش خلال الجدول الوصفي عندي ان اكس ماكس هو كميه الماده ديال هذا دونك عندي انا اكس ماكس تساوي لي اش تركيز ديال اي 2 فوا في اش توتال اللي هي في 1 زائد اش في 2 هنا نسميو هنا ماكس صافي درنا ماكس ماكس دونك الا بغيت انايا التركيز ديال اي دو ان دومي شكون هو يا راه هو التركيز ديال اكس ماكس مقسوم على شحال على جوج هنا عندي ديريكتومون المنحنى باش بالتركيز ماشي مشكل كون جاب الله ما عنديش هذيك القيمه راه خصني نحسبها باكس ماكس اللي ديجا عندي انايا باش نلقى هذه دونك انا هذا طلع حتى 2000 حتى ل 50 بنقسم على جوج شحال هي 25 أو بينسقطها دونك غادي نمشي ديريكتومون غادي دي شحال قلنا هي على جوج بينلقاو شحال خمسة و ميليمول بار لتر غنمشي لديك القيمة ديال خمسة نمشي ديال اي دو هو اي قلنا هنا التركيز ديال اي تي هي خمسة و هي اي ماكس تنقسم على جوج و تنلقا هنا تي ان دو هنا ها خمسة وعشرين هادي عشرين هادي تلاتين دونك غتكون بلاصة هنا هنا فين كيتلاقاو بالضبط هاهو هنا وغادي نسقطوها تلقاو تقريبا تمنية دونك من خلال المنحنى غادي نلقاو بأن تقريبا تي أن ديمي هي تمنية دقايق صافي دونك انا قلت لكم كل ما عنديش القيمه ديال اكس ديال تركيز اي دو ماكس أنا عندي اكس ماكس وغادي نجبدها ونقسمها على جوج وندير ليها الاسقاط واضح دابا السؤال رقم سبعة اوجد تعبير السرعة الحجمية يعني المتفاعل ردو البال المتفاعل اش ام اول هو دي المنحنى ديال ام ثم احسب قيمتها عند اللحظة تي زيرو عطيناكم المماس دونك اول حاجة نعلم ان شكون هي في قلنا هي واحد على في طوطال دي ديال اكس على دي دو تي المتفاعل قلنا اش كنديرو غنديرو هنا ناقص حيت عندي متفاعل وبالتالي خصني نلقى العلاقة بين إكس و وبين التركيز دائما الجدول الوصفي ها هو ها الجدول الوصفي شنو فيه في سي أن في أن ناقص اثنان إكس ماكس دوكا واش يكون هادشي اللي كان عندي هنايا هو أش نكتبو هنا لدينا أن كمية المادة ديال أش ديال إم وان تتساوي لي سي أن في أن ها هي ناقص أش اثنان إكس ها هو اثنان إكس أش كتساوي كمية المادة حنا بينا التركيز دونك راه هي التركيز ديال من ديال اي إيمان فوا في إش توتال إيوا تبع معايا بيت نجبد إكس من هنا غادي نكتب بأن إتنان إكس هي أش كتساوي ليا هادي بنديها هنا هادي بنجبوها من هنا بيعطيني هي سي أن في أن ناقص التركيز ديال من ديال إي في توتال تخي بيان دونك شكون هو إكس من هنايا هي سي أن في أن ناقص تركيز ديال اي في توتال على اثنان دابا شنو بغيت انا بغيت دي دو إكس على دي تي دونك نديرو دي دو إكس مقسوم على تتسوي. ايه 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 دي تي تتساوي شنو المشتقة ديال هدا زيرو هدا زيرو غتبقى لي ناقص هدا ثابت بيخرج لي واحد على شحال على اثنان في توتال ثابت وغنديرو المشتقة ديال من حيت المتغير عندي هو التركيز ديال ام واي على دي دو تي دونك غادي نهزو هدا بنعوضو هنا وغادي نلقاو بان في ديالي هي واحد على في توتال كاينه ديجا قلنا الناقص تمايا دونك واحد على ولا بنحيدو هاد الناقص من التعريف نتاعنا مكانش التعريف هادي دونك حنا لقينا ناقص ان سور في توتال مضروبه في في توتال مقسمه على جوج مضروبه في دي ديال اي موان على دي لو تي شكون مشى ليا ليا في توتال مع في توتال أُلقينا في هي ناقص واحد على اثنان دي ديال ام وان على دي دو تي هنا درت انا ناقص بلا حيت قلنا لكم خصنا نلقاو ناقص لانه متفاعل متفاعل ديما كتلقاه نازل ناقص دونك حنا التعريف ديال في لقينا دابا السرعه هي هادي هي واحد على اثنان دي دو التغير اه ديال التركيز على الزمن كما قلت لكم التعريف اللي كتعرفو نتوما هو هذا خصكم تلقاو العلاقه بين اكس بين المتغير اللي كاين في الجدول اللي كاين في المنحنى اللي هو اش التركيز هنا كنمشيو للجدول الوصفي دونك مشينا للجدول الوصفي قلنا بان كميه الماده هي هادي خرجنا من هنايا اكس ملي خرجنا اكس تقينا ولقينا الجواب وبالتالي باش نحسبوها دابا عند تي كتساوي زيرو تنديرو في ديال تي كيساوي زيرو ناقص واحد على اثنان دي ديال إم واحد على دي تي في اللحظة تي كتساوي شحال زيرو تنمشي لديك اللحظة وتناخد جوج النقاط تناخذ التركيز في واحد النقطه جوج وناخذ التركيز سمية واحد على تي اثنان ناقص تي واحد تمشيو للجدول تمشيو للمنحنى ها هو الممس عندي ناخذ جوج النقاط ناخذ هذيك القيمه وهذه تقريبا هذه شحال فيها قلنا فيها غندي 150 غندير سيدي 150 ناقص 60 شحال المقابل تاع 150 زيرو المقابل تاع 60 هو 10 صافي هنا بيدي الحساب مهم عادي غيتعودوا داك داكشي هنايا مع تلقاو النتيجه وتعوضوا عليه بالنتيجه نقولوا بيتلقاو واحد الفا الوحده شنو هي هذا يخرج لكم سالب باش هذا السالب مع هذا السالب يمشي باش تلقاوها دائما السرعة مجاب واحد الفا الوحده بيتلقاوها باش هنا هذا بالمين.. دونك غنقولوا بالمول ها هو ردوا احنا بالمول لتر موان زان ثم المينوت موان زان صح هذه هي العلاقه ديال السرعه صافي دونك هنا كيما قلت لكم حاولوا تستخدموا المنحنيات وتعرفوا توظفوا ديك القيمه ولا ديك التعبير ديال اكس بدلاله اشنو عندي أنا هنا هنايا واش تتبع بالمواصله ولا بالضغط ولا بالمعايره الى اخره يلا الله الامور دابا نعاود ندير لكم واحد اخر فيه الضغط ان شاء الله في القريب سلام عليكم